7 أهداف ودخل مرماهم 10 أهداف. إلياس الجاصي محاولة إلى منطقة الجزاء، جول! هو جريندو يتقدم بهدف أول في مرمى الإسماعيلي. نسر أخضر لا يهاب، يحلق متجاوزا كل الصعاب. سير سير يا الأخضر، صوتك بالعالي ويكبر. أبناء العميد عادوا من جديد، درب القناة يبتسم لبورسعيد. في الدقيقة الثامنة وبلمسة سحرية واصلة من إلياس الجلاصي، واصلة إلى جريندو، جريندو في شباك. الله 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 على بداية. نعم، ديربي يكتب بداياته باللون الأخضر وبأقدام اللاعب محمد جريندو وفي شباك الحارس محمد كوكو.